شنو اللي بيميز تيمون من باقي الميوزيشنز اللي ممكن احنا نشوفهم في فرق تانية؟ والله يا اخي ده سؤال ما سبق يعني سمح خلاص. شفت طوال جات مزيكا كده تلقائيه كده في التليفون. تيمون بيغني بالمناسبه برضه. لا من صوته على فكره ينفع برضه مذيع بالمناسبه. صح؟ اللي اشتغل بويس اول ايضا الاعلانات بالمناسبه قاعدين تسمعها في الراديو دي ثلاث ارباعها بصوتي يعني. يا سلام. من زين ف يا سلام اوكي لا تمام. يلا الفكره بتاعت البيميز شنو دي؟ اها انا اشوف دي حاجه يعني مش عشان انا ذاتي في اصوات المدينه لكن احنا لانه لما نطلع على الستيج ما نحن دل ما نحن يعني في زي ما عارف وفي حاجه انتوا مين قلتوا لي انتوا في ربع ساعه بتعملوا اغنيه وبيجيكم الهام لا انتوا ما طبيعي كده بس الموضوع ده جد يعني انا لدرجه انه لو في زول يتكلم معي وانا شغال بعزف يا انا فركت يا ما قدرت اتكلم معه اصلا او ما شايفه انت فعلا حد متر كده متر ده هنا في ول بيز ثاني ما بشوف قدام في شنو في هو ده احنا بنسميه سحر المسرح يعني احنا الجمهور نزلت بدينا طاقه كده بتخلي الزول فوق فعلا ما شايف اي شيء تماما ما شايف اي شيء ولا شايفين في شنو قدام ولا اللي بيحصل شنو حتى نطاق من المسرح ده المزيكا الحاصله بيناتهم بنكون سامعين بعض بنكون شنو فبنعيشها بكل تفاصيلها يعني انا ما جاي مثلا جاي اشتغل لي حفله عشان اشيل قروش وامشي زي الشغل وصاطي والشكل لا دي حاجتنا بنحبها يعني بنعمل في الحاجه بنحبها بس فونس ان انت بتعمل حاجه بتحبها بتقدر بعد ده بيظهر فيك الحب بيظهر يعني بيظهر كان في المزيكا كان في وشوش الناس كان في ادائك فانا ناس يعني بعد الحاجات اللي يعني قاعده تحصل كده الشباب طبعا لما بيكونوا شايفين انه انا يعني انا عايش مع مزيكتي فبيقوموا بيأولوا الحاجات دي لحاجات ثانيه انه اظبط حاطه